أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها إشارة مجلس الأمن عن حل سياسي شامل في اليمن. حذر مجلس الأمن الدولي من أن تصعيد العمليات العسكرية في اليمن يقوض الجهود الأممية الهادفة لإنهاء النزاع وتحسين الوضع، وشدد رئيس المجلس في بيان له على ضرورة أن تعزز أطراف النزاع من إرادتها السياسية والتوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف البيان أن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن هو عملية سياسية شاملة بوساطة أممية. في هذا السياق يحضر الحديث عن المرجعيات الثلاث ومصيرها ومدى جدية المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، سيما وأن القرار 22/16 يدعو في مادته الخامسة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيين إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. نناقش ذلك مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. بعد جلسة الأمس خرج رئيس مجلس الأمن ببيان يقول فيه إن السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن هو عملية سياسية شاملة بوساطة أممية، محذرا من أن تصعيد العمليات العسكرية في اليمن يقوض الجهود الأممية الهادفة لإنهاء النزاع وتحسين الوضع دون التطرق للطرف المبادر لهذا التصعيد. هذا الطرح له دلالته، خصوصا وأنه صادر عن أقوى مؤسسة دولية صدرت عنها قرارات سابقة يفترض أنها ملزمة تتعلق بوحدة اليمن واحترام المرجعيات. الحديث عن عملية سياسية شاملة بمفهومها العلمي يستدعي الحديث عن مصير المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن التي ضرب الحوثيون بها عرض الحائط. أبرز هذه القرارات كان القرار 2216 الذي دعا في مادته الخامسة جميع الأطراف اليمنية لا سيما الحوثيون إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن. مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أعلن باسم الحكومة الشرعية رفضها لأي مشاورات سياسية في ظل نكث الحوثيين لاتفاقات السلام السابقة والتصعيد العسكري. مراقبون اعتبروا الخروقات الحوثية اليومية لاتفاقية ستوكهولم دليلاً ماثلاً على عدم جديتهم في السلام وبرهاناً عملياً يؤكد إصرارهم على شرعنة انقلابهم ضد الشرعية المعترف بها دولياً. وبالنظر إلى أداء التحالف السعودي الإماراتي في اليمن يمكن فهم أن الجهات الراعية للمشروع الانقلابي الانفصالي في عدن تعمل بشكل أو بآخر لتمرير التجربة ذاتها في صنعاء. إذن ولمناقشة أوسع حول هذا الموضوع معنا من برلين الباحث السياسي الدكتور علي العبسي، وأيضا معنا من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. مرحبا بكما معنا. نبدأ بالسيد علي العبسي، هل يمكن الحديث عن سلام شامل وأنه يتحقق في اليمن في ظل تجاوز المرجعيات الثلاث؟ في ظل الظروف الحالية، في ظل التجربة التي نعيشها يعني أو عشناها مع المبعوث الأممي وكل المبعوثين الأمميين، دعنا نقول بكل صراحة أنه لا يوجد أي جهود في إطار ما يسمى السلام الشامل. كل ما يجري هي عبارة عن مسكنات وترحيل المشاكل وتطويل وامتداد الأزمة لا أكثر. لا يوجد حل شامل حقيقي وواقعي. يعني المشكلة أنه المبعوث الأممي لادي هل يتجاهل طبيعة الصراع أم هل هو لا يدركها، يعني لأنه الصراع القائم بين الحكومة اليمنية من جهة والحوثيين الانقلابيين من جهة، وليس صراعا على مناصب سياسية أو على نظام سياسي، هناك صراع عقائدي. الحوثيين يعتبرون أن لهم حقا إلهيا في الحكم ومبدأ الولاية، ويعتبرون ذلك مسألة إلهية مسألة عقائدية تعبدية، بينما الحكومة اليمنية لديها موضوع آخر، ترى مثلا أهلي دولة، هناك دولة يمنية وهناك نظام سياسي يجب أن يحترم، وبالتالي لا يوجد أي أرضية مشتركة لأي تفاهم من أي نوع. وما يحصل هو الآن عبارة عن مسكنات، عبارة عن تكتيكات سياسية لاكتساب الوقت سواء من قبل المبعوث الأممي أو من قبل الحوثيين. لا يمكن أن نتحدث عن حديث عن سلام شامل بين طرفين متناقضين تماما، لا يمكن أن يجتمع على أي شيء. لا يمكن أن تقبل الحكومة اليمنية بمبدأ الولاية
وهم مبتدئين يعني يختصوا فقط بالحكم فقط بسلالة معينة، ولا الحوثيين كجماعة دينية يستطيعون القبول بنظام سياسي ديمقراطي وتعددي في بلد مثل اليمن. وبالنتيجة نحن نراه في مكاننا منذ أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات، ولا أعتقد أن هناك أمل في القريب المنظور أو في المدى المنظور لأي جهود حقيقية لتحقيق سلام شامل في اليمن. إذن هل أنت تؤكد على أن المبعوث الأممي والأمم المتحدة فعلا هي لا تعي حقيقة الصراع في اليمن، ودعواتها يعني تأتي في إطار استمرار الأزمة في اليمن أكثر فأكثر؟ اعتقد ان سواء كانت تعي او لا تعي، اذا تغلبت القضيه هناك، اعتقد ما يحرك المبعوث الاممي، هناك عاملين رئيسيين. اولهما المبعوث الاممي هو دبلوماسي وسياسي بريطاني، وبالتالي تاثير السياسه البريطانيه في المنطقه عليه لا يمكن ان انكاره ابدا يعني. ونحن راينا نوع من التناغم بين تصريحات المبعوث الاممي وبين تصريحات السفير البريطاني في اليمن. يعني كان احيانا السفير البريطاني يبادل بتصريحاته باقوال مثلا نسمعها مره اخرى مكرره بصيغه مختلفه من المبعوث الاممي، هذا اولا. ثانيا، المبعوث الاممي ليس مهتما بحل الصراع في اليمن بشكل كامل، يعني هو يعني سواء كان يعي ذلك او لا يعي ذلك، هو يتعامل على ما هو على ارض الواقع. نعم، اذا هو يتعامل على ان الحوثيين، نعم الحوثيين طرف قوي مسيطر على الارض لا يمكن يتزحزح. الحوثي ليس لديه ما يخسره، هناك قرارات أممية بعقوبة على قياداته، وهو مدان أمميا، يتم قصفه بالطيران، ليس لديه ما يخسره إذن. فعندما يتصلب هو يدرك أنه لا يجد أي عواقب لهذا التصلب، وبالتالي المبعوث الأممي عندما يحاول الضغط وتحريك الأمور يضغط على الحكومة الشرعية اليمنية التي ما تزال منكشفة للأمم المتحدة، منكشفة للأطراف الإقليمية، ومنكشفة للقوى الدولية. نعم، ابقى معي سيد علي. نعود إلى ضيفنا من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. سيد عبد الحديث عبد العزيز، إذن هناك حديث عن حل سياسي شامل في الأزمة اليمنية من قبل الأمم المتحدة دون التطرق للمرجعيات الثلاث، كيف تنظر إلى هذه الدعوة؟ أولا أسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، وطيب الله أوقاتكم. قبل أن أبدأ يجب أن أوجه التحية والإجلال والتقدير لأبطال ومقاومة الضالع الذين صدوا اليوم أقوى هجوم حوثي منذ بداية الحرب، أو بالأصح منذ تحرير الضالع. عودة إلى سؤالك أخي الكريم، الأمم المتحدة هي تتعامل مع الأمر الواقع. الأمر الواقع أن الحوثي لم يتم إزاحته عسكريا، وبعد 5 سنوات أو 6 سنوات أو داخلين على السنة السادسة ما زال الحوثي يتمدد، وما زال الحوثي يسيطر، وهو الحوثي الآن أصبحت له اليد الطولة. فالأمم المتحدة هي ليست منحازة لهذا الطرف أو ذاك بقدر ما هي تتعامل مع الواقع. الحقيقة أن الشرعية يعني ميدانيا تتلاشى وتتراجع، سقطت مناطق واسعة، وبالتالي فإن دعوة الأمم المتحدة لمحادثة السلام هي إنجاز للشرعية أكثر منها إنجاز للحوثي. في ظروف سابقة كانت دعوات السلام هي انجاز للحوثي، لكن حاليا هي انجاز للشرعيه التي لم يتبقى لها في المحافظات الشماليه سوى جيب صغير في اطار محافظه مارب. الحوثي لا يأبه للامم المتحده، لا يأبه للامم المتحده، وياخذ حقه وياخذ ويستمر بالمعارك. فاي محادثات سلام بدون افق سياسي للحل تعتبر ضربا او قفزات في الهواء. يجب تقديم مبادرة سياسية للحل، والمبادرة السياسية هذه سوف ترتكز على شيئين. حسب قول نابليون، المدى الذي تصل إليه مدافعك فاوض عليه، والمدى حاليا هو مدى الشعب، مدى الحوثي هو الأقوى والأكبر. وبالتالي إبعاد الحوثي والتفاوض على أي أمر معين أو القرار 2216 يعتبر من الماضي. أما بالنسبة للمرجعيات الثلاث فأعتقد أن الحرب قامت من أي تطبيقها، وعندما تعجز الحرب عن تطبيق المرجعيات الثلاث نحن أمام مرجعيات جديدة، ومنها اتفاق الرياض على سبيل المثال. اتفاق الرياض يعتبر مرجعية جديدة، والحكومة الشرعية وقعت عليه. فالمفاوضات سوف لن تستند إلى المرجعيات السابقة، وسوف تستند إلى المرجعيات الميدانية على الأرض. بالنسبة لدعوة مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة للسلام، لو تلاحظ أنه كل فترة يدعو إلى السلام ولا مفاوضات، فالدعوة هي دعوة روتينية،
لا 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 توجد ضغوط حقيقيه على سواء على الشرعيه او على التحالف او على الحوثي للبدء بمحادثات سلام. لكن الامم المتحده الان ربما تلجا لعمل كنتونات سلام يعني منفرده كما حصل في سوريا مناطق تخطيط. الان كان المبعوث الدولي في مارب يريد ان يعزل مارب عن بقيه اليمن في محادثات سلام منفصله، والحديده في محادثات سلام منفصله كما حدث في الساحل الغربي، وسوف يسعى الى محادثات سلام منفصله مثلا في الضالع. نعم. مثلا اقول وهكذا تتجزا القضيه، والحوثي سوف يستمر في التهام المناطق. نعم. نعم، الحوثي سيستمر في التهام المناطق سيد علي العبسي. إذن الحوثيون مستمرون في خطتهم ولا يأبهون بالقرارات الأممية. كيف لمجلس الأمن أن يلزم الحوثيين بأي قرارات سواء كانت الماضية أو القديمة على الالتزام بها، في ظل أنه في كل مرة لا يلتزم بأي قرار أو بأي معاهدات؟ لا توجد آليات هذا مجلس الأمن الدولي. آليات الوحيدة كانت آليات العقوبات التي فرضت على بعض الشخصيات المحسوبة على الحوثيين، وهذه يبدو أنها ليست ذات فعالية كبيرة. ثانيا أي آليات أخرى، يعني الحوثيين يتعرضون للقصف من التحالف العربي منذ 5 سنوات، حرب مفتوحة لا تستطيع أن تفعل لهم أكثر ما جرى. يعني المجلس الأمن ليس لديه أي آليات للضغط على الحوثيين، وبالعكس يعني الآليات الضغط هي موجودة بالنسبة للحكومة الشرعية اليمنية. يعني إذا أراد مجلس الأمن، أو دعنا نكون أكثر تحديدا مبعوث الأمم الآن، هو ما يحاول هو الضغط على الحكومة الشرعية اليمنية، لأنه لا يستطيع لا يملك أي أدوات أو أي آليات يستطيع من خلالها الضغط على الحوثيين وإجبارهم على الالتزام بقرارات مجلس الأمن. ما يملكه هو محاولة الترضية ومحاولة إيجاد تسويات معينة وعروض المقدمة للحوثيين الذين لا يقبلونها، لأن الواقع على الأرض في مصلحتهم. يعني هم من يهاجمون، هم من يتقدمون، هم من يسيطرون على أراضي جديدة، وبالتالي لماذا يقدمون تنازلات؟ يعني نعم، لكن 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 على مستوى الضغوطات لمجلس الأمن، هل سيكون على الشرعية أن تقبل بأي حلول طالما مصدرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ هذا يعتمد على الزمن وعلى الحال والوضع على الأرض. يعني إذا ما خسرت الشرعية مثلا مارب، فهي ستكون أكثر استعدادا لقبول أي حلول من أي نوع. يعني هذا شيء واضح، لأنه مارب تمثل يعني لب الشرعية والمركز الرئيسي للشرعية في على الأرض اليمنية. يعني هي مصدر استقرار، مصدر النفط، أغلبية الجيش الوطني موجود في مارب. وبالتالي إذا خسرت الحكومة اليمنية مارب وسيطر عليها الحوثيين، بالتالي سيصبح موقفهم ضعيفا للغاية على الأرض، وبالتالي سيصبحون مستعدين للقبول بأي تسويات من أي نوع، لأنهم لم يعد لديهم شيء يخسروه. يعني فخسروا كل شيء، لم يعد لديهم ما يخسروه، وربما سيحاول من خلال أي تسوية سلمية استعادة ما يمكن استعادته. يعني وهذا مسألة أيضا مسألة صعبة، لأن الحوثيين لا أعتقد أنهم سيقدمون أي تنازلات من أي نوع في أي مرحلة من المراحل. ما يجري الآن، جريفيث يحاول الآن بعد أكثر من 2 أو 3 سنوات على وجوده في الساحة اليمنية وعلى عمله في اليمن، أن يجد حل شامل ويقفز حتى على اتفاقية ستوكهولم. نعم، لكن يعني طروحات من جريفيث يعني هي تقفز أصلا على اتفاقية ستوكهولم، باعتبار أن اتفاقية ستوكهولم هي خطوة أولى يليها بعد انتهاء تنفيذها يليها الحوار الشامل. لم تنفذ اتفاقية ستوكهولم، وهو الآن يطالب بحوار شامل ويعرض حوار شامل يتم تجاوز فيه كل بنود اتفاقية ستوكهولم. وهذا مسألة غريبة، إذا فشل في تطبيق اتفاقية مرحلية أو في تطبيق اتفاقية يعني محدودة في منطقة معينة فقط، يعني كيف سيمكنك أن تصل إلى حل سياسي شامل، وكيف يمكنك أن تنفذه؟ نعم، سأختم معك بهذا السؤال. ما هي خيارات الشعب اليمني إذا ما اتضح مثل ما وصفت الآن، أو أنه يعني واضح أن هناك رغبة دولية لفرض حل ما، كيف ستكون خيارات الشعب اليمني حيال ذلك؟ أعتقد علينا كيمنيين أن نتمسك بالمرجعيات الثلاث. هذه ليست مرجعيات خاصة بالحكومة الشرعية اليمنية، يعني ولو أنها تستخدمها، يعني هذه مرجعيات خاصة بنا كيمنيين. مشروع الدستور اليمني الاتحادي، مخرجية الحوار الوطني، هذه نتاج لتفاعلات وحراك النخبة السياسية اليمنية والمجتمع اليمني. هذه ليست أن تكون حوارات يعني بعيدة عن اليمنيين، هذه حواراتنا كيمنيين كنخب سياسية وأحزاب وقوى اجتماعية وقوى تمثل كل أغلب شرائح المجتمع ومناطق اليمن. هذا إنجاز للشعب اليمني، علينا أن نتمسك به، وعلينا أن نناظر في بإبقائه كمرجعية لأي عملية سلام قادمة. يتطلب أيضا ذلك يعني الحفاظ على هذه المرجعيات كأساس للسلام،
أن يتم تحريك الجبهات على الأرض، يعني لا يمكنك أن تتلقى الضربات وتتراجع وتخطر مناطق ثم تواصل التمسك بهذه المرجعيات، لأنها لم تعد لها أي قيمة يعني بعد أن تخسر عسكريا. أعتقد أن المسألة علينا أن نغير تفكيرنا وحركتنا على الأرض، هذا كخطوة أولى، يعني علينا أن نقاوم الحوثيين، علينا أن نبادر بالهجوم، علينا تحريك الجبهات. لا ليس علينا أن ننتظر الحكومة اليمنية، لأن الحكومة اليمنية يبدو أنها يعني مرتهنة لخيارات وقرارات واستراتيجيات وخطط أطراف إقليمية السعودية والإمارات. نعم. علينا نحن كيمنيين كمقاومات، سواء كانت في تعز، في البيضة، في الضالع، في الجوف، في الحديدة، كمقاومات شعبية، الحركة، التقدم. في تعز الذي حررها ليس الجيش الوطني، الذي حررها هم أبناء المدينة نفسهم، سواء كانوا مدنيين، مدرسين، وطلاب، وعمال، أو حتى يعني بعض الأفراد من المحسوبين على الجيش اليمني. المجتمع اليمني هو من يستطيع أن يحتفظ بالمرجعيات، هو من يجب عليه أن يدافع عنها، وهو من يجب عليه أن يقاوم حركة الحوثيين. نعم، شكرا لك الدكتور علي العبسي الباحث السياسي، كنت معنا من برلين. نعود إلى ضيفنا من الرياض المحلل السياسي عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، ما هي أوراق القوة والضغط لدى الشرعية لعدم تجاوز المرجعيات الثلاث وفرضها على أي تسوية سياسية شاملة قادمة؟ خيارة القوة وخيارة أو الانضباط التي لدى الشرعية للأسف الشديد في زمن الحروب تتلاشى الخيارة السياسية وبقيت الخيارات لصالح الخيارة العسكرية. الخيارة العسكرية الآن الشرعية تفقد مساحات كبيرة على الأرض، فالخيار العسكري هو الخيار الوحيد لفرض حل سواء لكسر الحوثي عسكريا أو لفرض حل سياسي معين. كما ذكرتك في البداية، الحلول دائما في زمن الحروب الحلول السياسية التي تأتي نتيجة الحرب تكون على المدى الذي تصل إليه المدافع، وبالتالي ليس أمام الشرعية إلا الخيار الأول، إلغاء اتفاق ستوكهولم، هذا رقم واحد، لإشعال جبهة الساحل الغربي، تحريك الجبهات، استعادة ما تم فقدانه في الفترة الأخيرة. لكن دعني أنتقل لك إلى خيارة الحوثي. خيارة الحوثي ليس لديه ما يخسره سياسيا أو دبلوماسيا. الحوثي هو ميليشيات أو سلطة أمر واقع في أغلب المحافظات الشمالية. الحوثي الآن سوف يلجأ إلى معركتين فاصلتين، إذا انتصر فيهما دانت له اليمن كاملة. أو المعركة الأولى هو إذا في حالة استطاع الحوثي إسقاط محافظة مأرب، فهنا سوف تسقط شمال حضرموت أو سيئون والمنطقة العسكرية الأولى، بين قوسين يشتبه في ولاء المنطقة العسكرية الأولى، وهنا سوف يسقط شمال اليمن إضافة إلى شرق اليمن. إذا انتصر في معركة الضالع، وهنا سوف يتم أو السيطرة على الجنوب أو تخف العزيمة في المحافظات الجنوبية، وبالتالي سوف تتداعى الجبهات بعد معركة الضالع ومعركة مأرب لا قدر الله لصالح الحوثي، وبالتالي تنتهي المعركة وتنتهي الشرعية. ليس أمام الشرعية ختاما، ليس أمام الشرعية إلا الخيار العسكري حاليا. أما بيانات مجلس الأمن الدولي أو قرارات مجلس الأمن الدولي فعادة هي قرارات روتينية. لو تحاربت فئتين في أي منطقة في العالم، نعم، فإن مجلس الأمن الدولي عادة أول بقرار يصدره يدعو إلى وقف الحرب والبدء بمحادثات سلام في أي مكان في العالم. هذه قرارات روتينية ومعتادة. نعم، وضحت فكرتك سيد. يتعامل مع الانتصار العسكري. نعم، وضحت فكرتك سيد عبد العزيز الهداشي المحلل السياسي، كنت معنا من الرياض. ينضم إلينا أيضا المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية أنيس منصور. سيد أنيس، مرحبا بك معنا. ما خيارات الشرعية إذا ما مورست عليها ضغوط لفرض أي حلول تحت مسمى حلول سياسية شاملة لجميع الأطراف؟ أخي العزيز، الشرعية نستطيع أن نقول أنه يعني التحالف ألقاها في اليم وقال لها إياك أن تبتلي بالماء. الشرعية اليوم لديها إرادة ولديها سياسة ولديها خيارات، لكن المشكلة ليست في الشرعية، المشكلة اليوم في التحالف الذي صادر قرار الشرعية
في التحالف الذي حرف مسار المعركة الحقيقية والهدف الحقيقي في معارك كثيرة جدا تعرقل أداء الشرعية. التحالف هو الذي جاء بهدف استعادة الشرعية وعودة رئيس الجمهورية، فإذا به يعيد عيدروس الزبيدي بطائرة إماراتية وينقل ويخوض في معارك كثيرة جدا وتصنع لنا اتفاقا للرياض غير اتفاق مع المعركة الحقيقية. يتجه اليمن نحو حرب طويلة وتقسيم واسع النطاق ما لم يتوصلوا إلى صيغة قابلة للخروج من هذا المصدر. لكن سيد منصور، ماذا لو قرر التحالف لإنهاء هذه الحرب الطويلة والمضي لعمل اتفاق ومصالحة مع الأطراف جميعها واستثناء وإبعاد الشرعية من تمسكها بالمرجعيات الثلاث؟ أخي العزيز، أثبتت الوقائع والتطورات الأخيرة على الساحة اليمنية أن التحالف لا يريد أن يحسب. أنا أقول لك وللمشاهدين والمستمعين، والله وتالله أن التحالف إذا أراد أن يحسم المعركة فيستطيع أن يحسمها. المقارنة كبيرة جدا بين العتاد والقوة، ولكن التحالف اليوم يلعب على وتر أن يمتحن اليمنيين فيما بينهم البين. اعتقد التحالف على أن مارب والجوك هي قاعدة إصلاحية، فأول شيء فأراد أن هو من دعم في البداية، هو من دعم نكاية بالإصلاح، ثم الآن تركهم يتنظرون في اعتقاده أن الإصلاح سينهي الحوثي والحوثي سينهي الإصلاح في هذه المعارك، لأنه كلاهما متخوفة منهما التحالف، وبالتالي هو اليوم يلعب على وتر الصراع. أقول لك يا أخي، إذا في معركة في المهرة هل يمكن أن يكون هناك نصر أو هزيمة؟ بالتالي نعم سيكون هناك نصر، لأن مصالح السعودية هنا. عندما سكتت الحزم وسكتت الغيل بان بها التحالف وكأن شيء لم يكن، لكن عندما اقترب الحوثي من مناطق الحدود نزل التحالف بكل قواته وعتاده وسلاحه وحقق نصر. إذا نحن اليوم مصيبتنا ليس الحوثي باختصار، أنا أقولها صراحة، وليس الشرعية، مصيبة البلاد اليوم التحالف الذي يلعب على وتر الصراعات، على وتر أن يبقى اليمن مفتتا تعبانا مرهقا حتى بعد ذلك يصبح كملحق له، وهو من مصلحته أن تتصارع جميع القوى، من مصلحته أن يشق الصف ويصنع آلاف المكونات وألف وآلاف وعشرات التكوينات ويدعم هذا ضد هذا، يدعم طارق محمد عبد الله صالح ضد عبد ربه منصور هادي، ويدعم سياسيا عبد ربه منصور هادي ضد احمد علي عبد الله صالح في القرارات التي الدوليه. بالتالي هم يلعبوا على هذا الوتر ويدعموا الانتقالي ضد الشرعيه. نعم، اذا سيد انيس ضد الانتقالي، انظر اللعب هذا. نعم، اذا سيد انيس، بالنسبه للقوى السياسيه والوطنيه اليمنيه، ما الذي يفترض فعله في مثل هذا الوضع الذي سببه التحالف كما اشرت؟ القوى السياسية اليمنية خدعت باختصار. اليوم لم يصبح لها قرار، لديها جماهير ولديها قاعدة تنظيمية وقاعدة شعبية، لكن حاليا القاعدة الشعبية والقاعدة السياسية والجماهيرية لا يمكن لها أثر في ظل وجود الحرب. اليوم اللغة السائدة هي لغة السلاح، لديك السلاح وأنت قويا تستطيع أن تفرض مشروعك وأدمجتك وقوتك، بالتالي القوى السياسية اليوم أصبح مرهون. يا أخي، الأحزاب الاشتراكي أو الإصلاح أو المؤتمر المتواجدين في الرياض والله لا يصدروا بيانا ولا يصدروا قرارا ولا يصدروا شيء إلا بعد العودة للجنة الخاصة التي هي سعودية مشرفة على الوضع السياسي أو السفير السعودي، بمعنى أنها مصادرة القرار. الشرعية والأحزاب كلها مصادرة القرار، وأنا كنت موجودا وحاضرا وأشاهد بأجور. أقول لك والله لا يوجد بيان أو موقف سياسي تتخذه الأحزاب اللي ضروري. وضحت فكرتك سيد أنيس. نعم، وضحت فكرتك سيد أنيس منصور، المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية. شكرا جزيلا لك، وأيضا مشاهدينا الشكر موصول لعبد العزيز الهداشي المحلل السياسي كان معنا أيضا، وللدكتور علي العبسي كان معنا من برلين الباحث السياسي، وشكر موصول لكم، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة وديع عطا، وإلى اللقاء.